السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعت لكم اشوفكم مقطع جديد. قبل المقطع يا شباب لازم اعملوا اشكر صلوا على النبي، بعدين لازم اعملوا خطوة زر الاشتراك، لكن المقطع وفعل الجرس كمان. لا تنسوا تستخدموا كود انتم تشوفوا ايش صار امامكم. نبلش على طول. ومطلوب من هذا التحدي يا شباب بحكي لك ضع ماسحا حيويا في بيئة فضائية. زي ما انتم انتبهتوا عندكم في التحدي فوق الظهر انه مطلوب منك تروح بس على مكان واحد، راح احط لك على اربع مواقع بنفس الموقع، يعني اللي هو مفقس سولي. هي رحنا على اول موقع عندنا كان هون، بس نيجي على الموقع الثاني. هي عندنا هون بالاسفل بالضبط، انزل هي هون الموقع الثاني تقريبا هون في هاي، يعني راح يظهر عندك يعني تمام. هسه عندنا موقع الثالث، خلينا نروح عليه هسه السريع سريع سريع سريع. فانت روح على الموقع اللي بيكون اقرب عليك، لانه راح اكيد ننزل انه كلهم راح ينزلوا في هذا المقطع او بهذا الموقع. فانا اتوقع هذا المكان مش كثير ناس راح تنزل عليه، فانزل على هذا الموقع الثالث، هذا موقع كويس. في هسه كمان ضايل عندنا كمان اخر موقع، كمان موقع قريب وعلى السريع سريع 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 على السريع عندنا هون. بس عليك انك تقوم بوضع الماسح، انك تكبس عليه زي انه حرف اي او ار الموجود عندك وتفعله هذا الماسح. هاي هون الموقع الرابع والاخير. بس شباب هذا كان عندنا تحدي لليوم، ولا تزعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لكن المقطع وفعل الجرس. خلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامه، بيس.